بسم الله الرحمن الرحيم. يس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على إذ أرسلنا إليهم
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء
الذي جاء
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء يلتقيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي تكذبان؟
انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن ربكما تكذبان؟
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور أمثال اللؤلؤ المكنون
أَوَآبَاؤُنَا
أأنتم أنزلتموه
أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ فسلام لك من أصحاب اليمين
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب Thank you.